بالتنسيق مع تربية نينوى قسم التخطيط أقام مكتب انتخابات نينوى ندوة حوارية تثقيفية لعملية تحديث سجل الناخبين وآلية الترشيح والقانون رقم 4 ونظام سانت ليغو. هذه الندوات والمؤتمرات هي لحث الناخبين للمشاركة، وتم استهداف تربية نينوى أو الشخصيات التي لها ثقافة عالية لتوصيل المعلومة بشكل جيد. اليوم المدينة عازفة عن المشاركة في التحديث وعازفة عن المشاركة، ونسمع دائما أن هناك مشاركة خارجية خارج الموصل بالانتخابات دون الموصل. إذا اليوم قضاء الموصل أو داخل مدينة الموصل لم يشاركوا في التحديث، لم يشاركوا في الانتخابات، إذن سيبقى الحال على ما هو عليه ويبقى تمثيل المدينة ضعيف جدا. نتمنى إن شاء الله في الأيام القادمة مشاركة فاعلة من أبناء المدينة لتحديث سجل الناخبين والتغيير من منطقة إلى منطقة إذا كانت المناطق المراكز الاقتراع بعيدة عنهم. اليوم هناك عدة مراكز موجودة اللي هي 140 مركز في عموم محافظة نينوى، تعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، وهناك 140 فريق جوال صباحي و 140 فريق جوال مسائي. أيام الجمعة والسبت وأيام العطل متواجدين أبطال المفوضية لتسجيل بياناتهم. أمس صدر بيان أو صدر جدول من المفوضية العليا لمستقبل الانتخابات بتصدر نينوى لعملية التحديث سجل الناخبين، وهذا فخر لأبطالنا بالمفوضية. نتمنى إن شاء الله نصل إلى أكثر من 80 و90% ونصل إلى 100% بمشاركة أبناء المدينة. سفيان المشهداني، مسؤول إعلام مكتب انتخابات نينوى. دعوة كريمة من قبل ديوان محافظة نينوى، أقيم هذا اليوم الندوة الحوارية من قبل المفوضية العليا لمستقبل الانتخابات مكتب نينوى، وبمشاركة مديرية تربية نينوى وقسم الإشراف التخصصي، ونيابة عن الأستاذ خالد الشاهين ومدير قسم الإشراف التخصصي. تناول هذا الاجتماع اليوم حول التحديث البيومتري وتحديث سجل الناخبين في المراكز الاقتراع والناخبين في محافظة نينوى. رعد ذنون حمدان المعين الطائي المشرف الاختصاصي في تربية محافظة نينوى.